الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن نهج نهجهم وصار على طريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنها خير الزاد لدار المعاد والحساب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها المؤمنون، إن الموت سنة ماضية وأمر رباني قضاء الله على الخلائق أجمعين، فكل العباد على الله مقبلون، لا يستثنى منهم ملك ولا مملوك ولا رئيس ولا مرؤوس، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم قال له ربه سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالعاقل من جعل الموت مذكرا له في حياته وحاديا إلى طاعة ربه والعمل لما بعد مماته، فهو أمر لا مفر منه، ثم بعده الحساب والجزاء في القبور وفي يوم البعث والنشور. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن قدم الآخرة وعمل لما بعد الموت فهو السعيد، ومن غفل عنها وقدم الدنيا فقد خسر خسرانا مبينا. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، للذين آمنوا وكانوا يتقون. كم أخذ الموت لنا من عزيز، وكم فارقنا به من قريب، وهو قد غيب الموت بأمر من الله تعالى وبتقديره وقضائه، أمير التواضع والإحسان، صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح طيب الله ثراه، وجعل الجنة مسكنه ومأواه، راقين بقضاء الله، محتسبين الأجر عند الله، مسترجعين صابرين. فمصابنا فيه جسيم، وخطبنا فيه جدل عظيم، لكن الله أدبنا وأمرنا بالصبر واليقين، وبشر من صبر بالرحمة والهداية، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. عباد الله، لقد فقدنا يا عباد الله من أحبته القلوب لتواضعه وإحسانه، وشهدت له المساجد بعبادته واهتمامه، وعرفه المصلون بذكره وقرآنه، واعترفت له رعيته بقربه من قلوبهم، فدعوا له. وهذه خيرية عظيمة شهدت له النصوص الشرعية. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، أخرجه مسلم. فحقه علينا الدعاء له بالغفران والعفو من الرحيم الرحمن. عباد الله، لقد صار سموه رحمه الله بالبلاد داخليا بحرصه الشديد على وحدة الوطن والمواطنين،
والإيمان بأن قوة الكويت في وحدة أبنائها وإيمانهم وترسيخ القيم والمبادئ والمثل العليا، وأن تقدمهم مرهون بمدى تفانيهم وتلاحمهم وإخلاصهم في أعمالهم وعمل سموه رحمه الله على دفع عجلة التنمية والتقدم في البلاد. وفي مسيرته الحافلة التي تولى فيها زمام القيادة، شهدت البلاد خلالها إكمال مسيرة البناء والعطاء التي بدأها أسلافه الكرام، وخططاً جديدة لإدارتها وفقاً مصلحة العامة. واتسم عهده الميمون بالازدهار وإصفاء روح الأخوة والتكاليف والمواطنة والتكاتف والمواطنة والتآلف. وكم قدم سموه من المساعدات للبلدان المنكوبة ومد يد العون للمحتاجين والمستضعفين. فعموم أهل تلك البلدان يدعون للكويت وأميرها وأهلها، وكم شجع على العناية بالقرآن الكريم ونشر العلم. ومن أبرز ذلك ما كان في عهده من استمرار إقامة المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويد تلاوته، حتى عدت أكبر جائزة للقرآن الكريم في العالم الإسلامي، وكانت تحظى بحضور شخصي من سموه وتكريم مباشر منه للفائزين. وهذا الإسهام في نشر القرآن الكريم وتيسير تعليمه دلالة على خيريته، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه البخاري من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وصار سموه رحمه الله تعالى خارجياً بتوطيد علاقاته بالبلاد العربية والإسلامية والتنسيق في كل ما يخص قضاياها المصيرية والسعي لحل المشكلات التي تواجهها، على نهج احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية. إخوة الإيمان، وبوفاة سموه رحمه الله فقدت الكويت أحد قضاتها الأوفياء الغيوريين وفداً من رجالاتها المخلصين الذين أسهموا في صنع تاريخ الكويت وبناء مجدها، وقادوا سفينتها على الرغم من التحديات العظيمة والأعباء الجسيمة إلى بر الأمن والاستقرار وشواطئ الرفاه والازدهار. لقد رحل سموه رحمه الله بجسده، ولكن إنجازاته ستبقى في سجل تاريخ الكويت الناصع، وستظل عطاءاته محفورة في أذهان أبنائه، وستبقى إسهاماته الخيرة منارة للأجيال. ولن ينسى أهل الكويت حبه للكويت وإخلاصه وتفانيه من أجلها وأجل رفعتها وتقدمها، عباد الله. ومن كريم عطاء الله للأمير رحمه الله أن الناس متفقون على محبته والشهادة له بالخير من رعيته، وهذا من بشرى المؤمن وعلامة خيريته. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فعن أبي بكر بن أبي زهير عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما ذاك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. إن من وفائنا لأهل الفضل علينا ومنهم أميرنا الراحل رحمه الله أن نلهج له بالدعاء والغفران، وأن نلح على الله له بالرحمة والرضوان،
وأن يبدله يبدله الله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأن يجازيه بالإحسان إحسانا، وبالتقصير عفوا وصفحا وغفرانا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. توبوا إلى ربكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنس كل شيء فقدره تقديرا، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن من نعم الله علينا استقرار البلاد وأمنها بتولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد. فله علينا السمع والطاعة بالمعروف، ونبايعه على العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا ولا ننازع فيه ولا ننازع في الأمر أهله، وندعو له بالخير والصلاح. والبيعة واجبة في عنق كل الرعية، ومبايعة أهل الحل والعقد ملزمة للجميع. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله ويوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أخرجه مسلم. عباد الله، علينا في مثل هذه الأوقات أن نكل الأمور العامة إلى أهلها، وأن نكون يدا واحدة خلف قيادتنا لبناء الوطن وخدمة أهله والسعي في رقيه ورفعته، وأن نبتعد عن القيل والقال ونشر الأكاذيب وما لا يثبت من الأقوال. قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله: النصيحة لأئمة المسلمين تكون بحب طاعتهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة كلها، وكراهية افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن من وصايا أهل العلم وتوجيهاتهم كثرة الدعاء لولاة أمورهم بالخير والصلاح. لذلك كان الفضيل بن عيار رحمه الله يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. فقيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تتعدني أنا شخصيا، وإذا جعلتها في السلطان صلحا، فصلح بصلاحها العباد والبلاد. اللهم إنا نسألك أن تتغمد أميرنا الراحل بواسع رحمتك وفيوض كرمك. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، وأدخله الجنة وباعده عن النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وادفع عنا الشرور الفتن والشرور. اللهم وفق أمير البلاد صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح لهداك، واجعل أعماله في رضاك، وكله معينا وظهيرا، وهيئ له البطانة الصالحة التي تحض على الخير وتحثه عليه.
واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء غدقا أمنا وإيمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم احفظهم بحفظك، واكلهم بعزتك، وأمدهم بمددك، وانصرهم بنصرك. اللهم وحد صفوفهم، واجمع كلمتهم، وسدد رميتهم. اللهم سدد رميهم، واشفر كسرهم، وداوي جراحهم، واشف مريضهم، وتقبل شهيدهم، واطعم جائعهم، واكس عاريهم، واحمل حافيهم. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ارنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للعالمين آية. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لعلكم تفلحون. فاذكروا الله يذكركم.